انا عندي ماشي تقني المسائل اللي هو اذا ولكن تعرف انتباه ديال الميزانيه كيتعلقوا بجوج ديال المرافق تابعين للجماعه وتم تحويل ديالهم التحويل ديالهم هذا مشكل يجب ان يفتح سيهم دراسي ولكن خاص تعطي الثوره الاستثنائيه الثوره الاستثنائيه حقا المجال على الملف ديال المرافق هذا الملف ديال المرافق اللي كيستنزف واحد النسبه كبيره من الميزانيه ديال الجماعه والمرفق الثاني هو المرفق ديال النقل الحضري النقل الحضري اللي على حسب الميزانية الجماعة ما كتساوي حتى شي حاجة وهذا قوش خصو يتفتح قوش هنا السيد الرئيس علاش كتشوفنا أنا ما نقولش التفاصيل هنا علاش كتشوفونا السيد الرئيس أننا دائما كنتمتعو القانون كنتمتعو القانون وانتم كتثبتوا حنا كنثبتوا المعطيات القانونيه وانتم كتثبتوا المعطيات العدديه وكنقترح هذه اذا كان وقع في انه الا كنا عندنا ونهرسوا راسنا ونجتهدوا ونقلبوا وفي الاخر ندوزوا التصويت فنصوتوا واللي بغى يبقى يتصنت النقاشات يبقى واللي بغى يمشي بحال اليوم وهنا لان اذا نرجعوا في الاخر نقولوا صوتوا صوتوا في الاول الناس عندها التزامات عند الاشغال ديالها باش اللي بغى يبقى يقصر يجلس يقصر فاللي بغى يمشي بحالو يمشي بحالو لانه على اللي كنقولوا هنا وقبيله طلب التوضيح من السيد ومدير السيد العميل هذا النقاط لان هاد جوج النقاط اللي هضرت عليهم المرافق العموميه اللي وحده كتستنزف ميزانيه الجامعه ومرفق ما كندخلو منه حتى شي حاجه وداير لنا كارثه في المدينه النقل الحضري راه انطلاقا من عدم تشبثنا بالقانون لانه المبدا اللي تكلمت عليه قبيله واللي خصنا ناخذه بعين الاعتبار وكنطلب من السيد العلم مره اخرى وثالثا انه ياخذ بعين الاعتبار أن التعرض للسلع والمراقبة الإدارية خاصة تبان في العنف المدني لأنه هو الحكم لأن احنا متشبتين بالمعطيات القانونية وغنبقاو متشبتين بها وانتم غتبقاو متشبتين بالمعطيات العددية نصوتوا فما حناش احنا ماشي هنا كنجيو راه كاين طرف